السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. عمر خريبيني يسجل ثالث أهدافه بالدوري المصري في مباراة بيراميدز وسموحة اليوم، والتي انتهت بنتيجة 4-0 لنادي بيراميدز. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز ساحق على سموحة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري. افتتح محمود منصور التسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن ينجح فيرجارا في الدقيقة 57 في تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز. وأحرز العالمي نجم المنتخب السوري عمر خريبين الهدف الثالث في الدقيقة 64 من ركلة جزاء صاروخية ورائعة بيمناه، قبل أن يختتم عبد الله السعيد رباعية بيراميدز في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بهدف رائع. بهذه النتيجة وصل بيراميدز مطاردة الزمالك على القمة بعدما وصل للنقطة رقم 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع. يذكر أن لقاء بيراميدز وسموحة اليوم يعد الاختبار الأول للمدير الفني الجديد الأرجنتيني رامون دياز، والذي تولى خلفا لحسام حسن وبالطبع نجح في أولى اختباراته في الدوري المصري. أما عن جدول ترتيب الدوري المصري، ففي المركز الأول الزمالك برصيد 48 نقطة، المركز الثاني بيراميدز رصيد 45 نقطة، المركز الثالث الأهلي برصيد 39 نقطة، المركز الرابع الإنتاج الحربي برصيد 31 نقطة، المركز الخامس مصر المقصة برصيد 31 نقطة، المركز السادس المصري برصيد 29 نقطة، المركز السابع المقاولون برصيد 28 نقطة، المركز الثامن طلائع الجيش برصيد 25 نقطة، المركز التاسع سموحة 25 نقطة، المركز العاشر الإسماعيلي برصيد 24 نقطة، المركز الحداشر لحرس الحدود برصيد 24 نقطة، المركز الـ12 للاتحاد السكندري برصيد 24 نقطة، المركز الـ13 للجونة برصيد 22 نقطة، المركز الـ14 للداخلية برصيد 21 نقطة، أما المركز الـ15 فليمبي برصيد 21 نقطة، والمركز الـ16 للنجوم برصيد 21 نقطة، والمركز الـ17 وادي دجلة برصيد 20 نقطة، والمركز الـ18 لبتروجيت برصيد 18 نقطة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.